وللحديث أكثر عن محاولات اغتصاب الأوقاف السنية في سامراء، لا سيما مسجد سامراء ومدرسته الدينية، ينضم إلينا عبر الهاتف من صلاح الدين المتخصص في الفقه الإسلامي المقارن الدكتور ثامر البراك. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا. دكتور، رفض وإدانات واسعة عمت العراق وخارجها بعد الإعلان عما سمي باتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي. اليوم هناك محاولات للاستيلاء على مسجد سامراء ومدرسته الدينية، هل من ربط بين الاتفاق السابق وبين ما يحدث الآن في سامراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أجمعين. تحية لكم وللمشاهدين الكرام، وشكرا لكم على الاستضافة. يتبع ديوان الوقف الشيعي سياسة القضم التدريجي للمساجد والمدارس والأماكن الدينية والأملاك الوقفية التابعة لديوان الوقف السني. نعم. وكان اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي العمود الفقري لهذه السياسة. أما ما يجري في مدينة سامراء وعموم مناطق محافظة صلاح الدين فهو أهم هذه المحاور، أهم محاور هذه السياسة، ويدخل أيضا ضمن مخطط التغيير الديمغرافي الذي يجري بغطاء حكومي، ومن مصادقه إجراءات تعسفية كثيرة في سامراء، ومنها أولا نقل ملكية وإدارة مرقد علي الهادي ونجله الحسن العسكري من ديوان الوقف السني إلى ديوان الوقف الشيعي، مع أن المرقد يعود إلى رمزين دينيين للمسلمين من كافة مذاهبهم وليس لمذهب معين، وينتمي إليهما سكان مدينة سامراء في النسب إلى علي الهادي ونجله حسن العسكري. وكانت إدارة المرقد بيد سكان المدينة منذ عدة قرون، ولم يسجل التاريخ أي خرق أو اعتداء على المرقد إلا في زمن سيطرة القوات الأمريكية عليه بمؤازرة القوات الحكومية المؤتمرة بالأوامر الإيرانية كما هو معلوم، في إطار مخطط إثارة للفتنة الطائفية تقف وراءه بكل وضوح كل من واشنطن وطهران. ومن الإجراءات التعسفية في مدينة سامراء الاستيلاء على المدينة القديمة منذ أيام الفتنة الطائفية وحتى الآن، ومنع أهلها من استغلال أراضيهم ودورهم ومحلاتهم التجارية ومحاربتهم في أرزاقهم. أيضا من الإجراءات التعسفية التي لجأ إليها ديوان الوقف الشيعي مستقويا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالميليشيات وبالأجهزة الأمنية وبالوضع الإقليمي والدولي، من هذه الإجراءات التعسفية إغلاق الجامع الكبير في مدينة سامراء والمؤسسة العلمية الملحقة به منذ عام 2006 وحتى اليوم. طيب، إلى أي مدى يصادف دكتور التنازل المنظم عن الأوقاف السنية وتحويل ملكياتها إلى صالح ديوان الوقف الشيعي صحيح القوانين المنظمة وشروط الواقفين؟ بلا شك اغتصاب الأوقاف الإسلامية هو مخالف للشريعة بمختلف مدارسها بما فيها الفقه الجعفري، ويضربها عرض الحائط. الفقه الجعفري على سبيل المثال ليس فيه أوقاف خيرية وإنما فيه أوقاف عائلية، ومن ثم فضم الأوقاف الخيرية إلى ديوان الوقف الشيعي يعد مخالفة لاجتهادات الفقهاء جميعا في الفقه الجعفري. ومن جانب آخر فإن اغتصاب الأوقاف يخالف الحجج الوقفية التي تركها أصحابها، وهو في النتيجة لن يستفيد منه الشيعة ولا السنة، وإنما ستسيطر عليه الأحزاب والميليشيات والسياسيون ويوظفونه لمصالح شخصية وعائلية وفئوية. طيب، جهات عدة منها هيئة علماء المسلمين في أكثر من بيان حذرت من خطورة عمليات التنازل التي تتم من قبل مسؤولي الوقف السني منذ ولاية عادل عبد المهدي في ظل ضياع حقوق البعض أمام قوة السلاح.
هل من الممكن العودة في هذه الاتفاقات والتنازلات؟ الغاصبون يحاولون جعل الاتفاقات الجائرة هذه أمرا واقعا لا عودة عنه، لكن الحقيقة هي أن هذه الاتفاقات غير شرعية ولا قانونية، لأنها كما أسلفنا مخالفة للشريعة الإسلامية، كما أنها مخالفة للقوانين المحلية والدولية، فهي نظريا ملغاة أو في حكم الملغاة، ولا تستند إلى أي منطق سوى منطق القوة الغاشمة، وهي قوة السلطة والميليشيات والاستقواء بالخارج الإقليمي. ولو كان التمثيل السني في الحكومة مختلفا لتغيرت المعادلة، لكنه تمثيل هزيل وضعيف واسمي وشكلي، ويملى على السياسيين السنة كل شيء. ولو كان التمثيل الشيعي وطنيا أو لديه شيء من الوطنية لما قبل بهذا الظلم والحيف. طيب كيف تفسر موافقة إدارة الوقف السني على مثل هذه الإجراءات التي جرتها اتفاق تقاسم الأوقاف؟ وهل موقف الوقف السني مبني على إجماع أهل سنة العراق؟ كما لا يخفى عليكم أن المناصب السيادية والوزارات والهيئات التي هي من حصة السنة، ومنها رئاسة ديوان الوقف السني، تدار من قبل سياسيين معينين مباشرة من إيران أو من قبل أزلامها في العراق كالعامري والمالكي وصالح الفياض وغيرهم، ومن ثم فإنهم لا يستطيعون مخالفة نهج إيران في العراق. ورئيس ديوان الوقف السني ليس من حقه إبرام هكذا اتفاقات، لأنه رئيس ديوان بالوكالة، ولم يصوت عليه في مجلس النواب الحالي، وتصرفاته مخالفة لمقررات مجلس الأوقاف الأعلى في ديوان الوقف السني، وكذلك لفتاوى العلماء السنة وللشارع العراقي بسنته وشيعته. وبالنتيجة هي اتفاقات غير شرعية وتنازلات غير مقبولة بالمرة. نعم، من صلاح الدين المتخصص في الفقه الإسلامي المقارن الدكتور ثامر البراك، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.